الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خليت شغالاتي، خليت جميع المسائل ديال الدار، علاش؟ وجيت باش نتكلم على الأخ العزيز مول الصلعة وعلى الإبنة ديالته سحر. بلا شك أنكم عارفين أنها اليوم كان مقرر أنها خاصة تعمل العملية الجراحية على القلب ديالها. اتصل بيا الاخ حسن وكيعلمني ان العمليه تاجلات للمره الثانيه على التوالي. هي راه تاجلات مرات ومرات، ولكن الناس ما كيعرفوش هذا الشيء. اللي كتعرفوا نتوما انها تاجلات للمره الثانيه، كانت مقرره انها تعمل نهار الثلاث اللي فات، تاجلات للخميس اللي هو اليوم. اشنو قالوا ليه عاوتاني؟ تاجلات للجمعه. تعلمني هذا الصباح وهو حالته حالة ما يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى. كيعلمني بأنه العملية تأجلات لغدا نهار الجمعة. هل هذا يعقل أخوتي؟ واش هاد الشي يرضي الله؟ واش هاد الشي يرضي العبد؟ ما كيرضي حتى شي واحد. أخوتي وخواتاتي، الناس ديال اليوتيوب كاملين، أنا كنناشدكم، كنناشد جميع الناس ديال اليوتيوب، اصحاب القنوات، القضيه ديال حسن مول الصنعة والابنه ديالو سحر خاصها تحول قضيه راي عام باقرب وقت ممكن. كلنا خصنا نتكلموا على هذه القضيه هذه، لانها كتمسنا حنا جميع. هذه القضيه ديال الابنه سحر كتمسنا حنا جميع، لان علاش غادي تسولوني؟ علاش هاد الاستهتار وهاد التخرميز وهاد التخربيق وهاد اللعب كيوقع في المستشفيات العمومية؟ ماشي غير مع الطفلة سحر، كيمس جميع المغاربة، كيمس جميع المغاربة. كلشي نحنا المغاربة كنعانيو من هاد التلاعبات هادي. داكشي علاش خاصنا هاد المشكل اللي وقع للطفله سحر بنت الاخ حسن صاحب قناه مول الصلعة نجعلوا منه قضيه راي عام. علاش هاد الطفله هادي كل مره كتلعبوا عليه بها؟ علاش حتى كتهيئوها العمليه وهي مسكينه كتهيئ نفسها نفسانيا ومعنويا للعمليه غدا، وكتقولوا ليها لا سيري تال الثلاث، سيري تال الخميس، سيري تال السيمانه الجايه عاد اجي باش ديري العمليه. علاش هاد التلاعبات؟ واش نتوما عندكم ارواح الناس لعبه بين يديكم؟ واش نتوما عندكم الناس دبان؟ عندكم الناس حشرات؟ علاش كديروا في الناس بحال هكدا؟ علاش ارواح المغاربه رخيصه بين يديكم حتى لهذ الدرجه؟ باش تعرفوا واحد النقطه الإخوان، علاش أنا تفاعلت بهذه الطريقة مع القضية ديال الأخ حسن؟ علاش أنا تعصبت؟ علاش؟ لأن هذا الشيء اللي وقع الأخ حسن ما يحس به غير الإنسان اللي فعلا داز عليه من قبل. كما تعرفوا الناس اللي متابعيني، حتى أنا الوالدة ديالي مريضة بالقلب، وحتى هي داز عليها هذا المشكل، داز عليها من قبل. كانت دارت واحد العمليه جراحيه على القلب ديالها، ماشي عمليه ديال الشق من هنا، وانما دارت العمليه ديال التسريح. الناس اللي عندهم القلب راه غيعرفوا هادشي، دارت العمليه ديال التسريح من رجليها بجوج في الرباط، بدون ذكر الاسماء، دارتها في واحد المستشفى كبير في الرباط، كانوا غادي يقتلوها. غاديين تسولوني علاش؟ كانوا غادي يصفيوها ليها غير بديك، حتى الغدا حتى لبعدو، حتى الغدا حتى لبعدو، سيري حتى الغدا سيري حتى لبعدو، وتيخليوها بالجوع بلا ماكله. هي صايمه خصها دير ديك العمليه وهي صايمه بلا ماكله. السيده طاح لها السكر، طاح لها لا طونسيون، بقات هي سير سير حتى الغدا حتى لبعدو حتى لبعدو، تاجلوا فيها تاجلوا فيها. من النهار اللي جاوا يديروا لها العمليه طاح لها السكر، طاح لها لا طونسيون، وتخلعات وتنرفزات وبالسيف. هذا الشيء كامل ما يوقع ليها، كانت السيده غادي تضيع لهم في الوقيته ديال العمليه، لانها ما مهيئاش نفسانيا. نفسانيا السيده ما مهيئاش، النفسيه ديالتها ما قابلاش لديك العمليه.
دازت عليها الصراط المستقيم خلال ديك العملية، كانت غادي تضيع لهم. جمعوا طواو في النصف ديال العملية، صافي السيدة صافي كانت القلب ديالها وقف. جمعوا طواو سدوا ما كملوش العملية، داوها صافي خرجوها من البلوك وداوها. منين فاقت من البنج دازت عليها الصراط المستقيم، وما كاينش اللي مراقبها، ما كاينش الطبيب اللي شافها، ما كاينش الفرمليه اللي كتطلع عليها. الاخت ديالي هي اللي كانت تثبت معها هذيك الايام، الاخت ديالي فقط هي اللي كانت تبدل ليها ليكوش، هي اللي كانت كتعطيها ما تاكل فقط في داك المستشفى بالرباط. ما كاينش الطبيب اللي كيجي طل، ما كاينش الفرمليه اللي كتجي كتبدل الفاطمه ولا كتبدل هادي ولا هادي، ما كاينش. الاخت ديالي كتدخل تتخبى بالليل في الطواليط حاشاكم، حتى كيمشيو لفام الدميناج وداك الشيء كامل، عاد كتخرج وكتقابلها الليل كامل. راه لا حياه لمن تنادي، راه واحد الماساه ما كيعلم بها غير الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء كيخلي ان الانسان كيتعصب وكدوز عليه وكيمرض. هاد الشيء علاش انا خلى انني نحس بالاخ حسن، ما بغيتش ان هاد الشيء يوقع للبنت ديالو. هاد الشيء اللي داز على الام ديالي كيأجلوا فيها نهار من بعد نهار، ما بغيتش يوقع للبنت ديالو. كنشوف ان بنته حتى هي كيوقع ليها هاد المشكل، كيأجلوا فيها نهار مورا نهار، غيوقع ليها انشيت ديال طونسيون، انشيت دو طونسيون، ولا يطيح لها السكر ولا الخلعه، وفي خلال العملية غادي يوقع لها الله يستر شي حاجة، شي مشكل اللي حنا ما بغيناه ليهاش. الله يحضر السلامة، الله يحفظها لوالديها. ولكن شكون حاس بيك؟ وشكون باغيك؟ وشكون اللي شكون كاع اللي ديها فيك؟ موت انت كاع، سير موت، موت الحشرات. شكون ديها فيكم اخوتي؟ هاد الشهر بزاف. باش تعرفوا واحد القضية اخرى اخوتي، الاخ حسن اقسم بالله لا صبار، والله تصبر. شي منين كانت امي انا في الانعاش، منين كانت امي في الانعاش، شي 15 يوم هذه، باش مسكين اتصل بيا وقال لي الدعاي ليا مع بنتي راه حتى هي راه عندها العمليه. وشوفوا حسبوا منين انا امي منين كانت في الانعاش وهي البنت جرجروا فيها اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا غديري العمليه، وهما تيجرجروا فيها. راه ماشي من هاد السيمانه البنت كانت غدير العمليه، وسيمانات هما وكيقولوا ليها اليوم غدا غديري العمليه. وتخيلوا نتوما ديك البنت الصغيره كيفاش غادي تكون، ما هي قاريه، ما هي مشات المدرسه، ما هي جالسه في دارهم كي الناس، ما هي واكله كي الناس، ما هي لعبه كي الناس. وتخيلوا معايا اخوتي اش هاد التلاعب، واش هاد التخرميز. اقسم بالله لا غنبدا نخرج في الهضره الخاسره انا في هاد الفيديو هذا. راها غير بنت صغيره، راها ماشي انسانه اللي كبيره واعيه، راه غير بنت ديال 10 سنين. واش نتوما عندكم شي قلب؟ واش نتوما عندكم شي احساس؟ واش هاد الاطباء غير قولوا لي واش تيدقوا لكم شي برا، وغير قولوا لي واش تيدقوا لكم شي برا باش ما تبقاوش تحسوا بعباد الله. وديروا غير على وجه ديك البنيه، ديروا غير على وجه ديك البنيه عندها 10 سنين، مسكينه ما مشات المدرسه، ما قرات كي الناس، ما لعبات كي الناس، ما كلات كي الناس، مسكينه مجرجره في السبيطارات. وقولوا لي يا عباد الله، واش سبيطار كبير ديال فاس واش فيه بلوك واحد غادي تشدوا ليهم صحار؟ واش بلوك واحد في السبيطار الكبير ديال فاس غادي تشدوا صحار، غادي تبلوكيه ليهم بوحدها؟ ما كاينينش البلوكات كاع؟ واش ما كاين حتى شي بلوك اخر من غير هذا اللي غادي تنعس فيه في صحار؟ راه هذا سميتو الطنز العكري، وانتوما قولوا لي كتقلبوا على شي حاجه اخرى من غير انتوما واقيلا بغيتوا شي حاجه اخرى. جيونا فاس وجيونا غود وقولوا شنو بغيتوا من عند الاخ حسن يعطيكم. هاد البنت خصها دير العمليه غدا، الا ما غاديش دير العمليه غدا اذا عندنا هضره اخرى. هاد القضيه الاخوان كما رديتوا القضيه ديال الميلودي وولادو قضيه راي عام، حنا بغينا نردوا القضيه ديال الاخ حسن وبنته سحر قضيه راي عام، لانها كتهم المغاربه كاملين. البنت سحر داكشي اللي وقع ليها راه كيوقع للمغاربه كاملين في السبيطارات العموميه. هاد الاستهتار وهذا التلاعب كيوقع للمغاربه كاملين. خلص ولا ما تدخلش تفتح، خلص ولا ما تدخلش تضرب البرا، خلص ولا ما تدخلش يخيطوا ليك.
جود نيشان هادشي اللي كاين. شوفوا نقول لكم الاخ حسن شحال من سيمانه وهما كيديو فيه وكيجيبو فيه، لا هو ولا مرتو وبنته. تخيلوا معايا الاحساس ديالو والنفسيه ديالو كيفاش دايره مؤخرا، لا هو ولا مرتو ولا بنته. تخيلوا معايا ديك البنيه ديال 10 سنين كيفاش دايره، ما حيلتها لدوك السيرومات، ما حيلتها لدوك لي باري اللي كيدخلوا ويخرجوا كل ساعه، لي باري اللي كيدخلوا ويخرجوا كل ساعه. الله يرحم بها الوالدين. ها حجر العافيه لما فتحوا ديك البنت، حجر العافيه لما فتحوا ديك البنت. خلاص شوفوا الاخوان، راه من خلال داك الهضره اللي قال الاخ حسن في الفيديو اللي الاخراني اللي تيشرح العمليه اللي غدير بنته، راه الله يحسن العوان راه ما سهلاش العمليه اللي غدير بنته، راه ما سهلاش. وخاصها البنت تكون عندها واحد النفسيه اللي هي مزيانه ومرتاحه، لا طونسيون مزيانه والنفسيه مزيانه. يعني شوفوا على وجه ديك البنت، شوفوا على وجه ديك البنت، وديروا بالقسم اللي قسمتوه قدام الله سبحانه وتعالى. يا اما غادي تفتحوا لديك البنت وديروا بوجه القسم ديالكم، يا اما غادي نحولوا هاد القضيه لقضيه راي عام. كلشي اليوتيوبرز الله يرحم لكم الوالدين هضروا على هاد القضيه، ولكن ماشي تهضروا عليها يعني بنفس بارده، هضروا عليها نيت كما تتهضروا على الميلودي وولادو، هضروا عليها كما تتهضروا على القضايا اللي هما كبار. لان هاد القضيه انا مساتني في قلبي، هاد البنت اعتبروها كما هي بنتكم. شوفوا على وجه هاد البنيه هادي مسكينه اللي تكرفصات شحال من سيمانه وهي كتمشي وكتجي للسبيطار وكيردوا فيها، حتى كتنعس وكيركبوا لها السيروم ويسميتو، وكتهيئ نفسها على انها غدا عندها العمليه. الغد ليه كيقولوا لها نوضي جمعي قلوعك سيري لداركم راكي ما عندكش العمليه. تخيلوا معايا خوتي هاد المنظر، تخيلوا معايا النفسيه ديال الاب وديال الام منين كيهيئوا نفسهم ان البنت عندها العمليه غدا، والغد اللي تيقولوا لهم لا ما كايناش غنديروا لها العمليه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لنا لقاء ان شاء الله منين غادي نعرفوا اشنو هو الجديد، منين توصلوا به من عند الاخ حسن. الله يشافي هذه البنيه، الله يشافيها، الله يشافيها، الله يشافيها، الله يعفو عليها يا ربي من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الشافي وهو العافي، وهو اللي كيشافي وهو اللي كيعافي وهو اللي بيديه كل شيء. أما البشر مجرد سبب، شتي البشر مجرد سبب، البشر غير الأسباب، ما بيديه حتى شي حاجة. السيد ربي هو اللي كيشافي هو اللي بيديه كل شيء، أما الأطباء مجرد أسباب، كون بيديهم يزيدوك في العمر كون راه علم الله اش غايديروا، كون راه طلعوا الصواريخ. الاخ حسن ما تفقدش الاعصاب ديالك، خليك مهدن وخليك بارد. علاش؟ على قبل بنتك، على قبل بنتك، ما تفقدش الاعصاب ديالك وما تبينش ليها انك يعني مقلق وراك معصب على قبل بنتك، لانها محتاجك في هذه الفتره، لا انت ولا الام ديالها. الا مشيتي حتى فقدتي الاعصاب ديالك، البنت غادي تحس بك وغادي تنهار نفسانيا ومعنويا حتى هي. ولا قدر الله حنا ما بغيناش ليها توقع ليها انشود فونسيون في الاثناء ديال العمليه، لا قدر الله، الله يشافيها لك والله يعفو عليها يا ربي امين، الله يخليها لك يا ربي امين. شكرا لكم اخوتي، غادي نشوفوا اشنو غادي يوقع من بعد ان شاء الله، ونقوله لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.